كل الناس لازم تتفرج على الفيلم، لانه فيلم ايقاعه مختلف، اخراجه مختلف، تمثيله مختلف، موضوعه مختلف، وحاجه جميله خالص، وبتمنى ان الناس كلها تشوفه. دور توتا دور هو فيلم سسبنس اكشن كوميدي وفي رومانس. توتا حبيبه عمرو في الفيلم، وبيحصل بلوفس كده يعني سسبنس على اكشن. عمر النجم بتاعنا تعب معانا قوي في الفيلم، وما شاء الله عليه بيستقبل بسرعه وبيتعلم بسرعه، وانا خايف بعد كده ينافسني في السوق بقى. عمرو كده انا جاي اقول الف الف مبروك لكل القائمين على العمل، المخرج بيتر ميمي، بقول له الف مبروك على العملين الاب الروحي، وان شاء الله العمل ده يكسر الدنيا. شركه مقام، استاذ سيف، احمد بقى اخويا، ريهام القمر، استاذ بيومي فؤاد حبيب الجميع، كله مستني يشوف خفه دمه ولذاذته. عمرو واكد عالمي، يا رب يكون مش ناسي حد. الاسم خطفني جدا، القرد بيبغبغ، القرد بيتكلم، فنخش جوه بقى نشوف القرد هيقول ايه، وان شاء الله يقول احلى كلام، والممثلين يقولوا احلى كلام، وبتمنى لهم التوفيق. جاي عشان ابارك لكل ابطال العمل واقول لهم الف 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 مبروك. احمد الفيشاوي، عمرو واكد، ريهام حجاج، المخرج المتميز الشاب بيتر ميمي، منتج العمل سيف العريبي، بقول له الف مبروك يا سيف، وان شاء الله يا ربي دايما منها للاحسن زي ما بنقول بلهجتنا. وعايزه اقول له يعطيك العافيه يا سيف، انا عارفه قد ايه انت تعبت عشان العمل ده بالذات. اقول له يا رب بالتوفيق يا احمد ان شاء الله، ومستنيه بقى انك تخرج فيلم بنفسك، فيلم كامل. انا جيت بانفيتيشن من ريهام، ومتشوقه اني نشوف الفيلم بعد التريلر اللي نزل، ومستنيه منه نجاح بحول الله، ان شاء الله حينجح الفيلم. مبروك لكل صناع فيلم القرد بيتكلم. مبسوطه ان في حاجه مختلفه هندخل دلوقتي نكتشفها، بس التريلر بيقول كده. مبروك لاحمد الفيشاوي، مبروك لعمرو واكد، مبروك لريهام حجاج. مبسوطه جدا ان انا جايه بحضر عرض الخاص بتاع فيلم القرد بيتكلم، جايه مخصوصا عشان اهنيهم، هني المنتج صديق هو عزيز جدا سيف عريبي، والمخرج بيتر ميمي مخرج شاطر جدا، وكل ابطال العمل. متوقعه حاجه فيري سبيشال، فعشان كده متحمسه وربنا يوفقهم. قال لهم مبروك، قال لبيتر مبروك، ولسيف مبروك، واحمد فيشاوي مبروك، وعمرو واكد مبروك، وكل صناع الفيلم ان شاء الله هيطلع حاجه كويسه جدا. فيلم ما فيهوش اي حاجه تجرح مشاعر وقيم وعادات الجمهور المصري، فبقول له مبروك، بقول لهم كلهم مبروك، والبنتي كمان اللي هي مشاركه في الكليب اخر الفيلم مع احمد فيشاوي ومع قصاي، فان شاء الله يعجب الجمهور، يعجبه الفيلم ده. والله انا ببارك لكل العاملين في الفيلم، وببارك للاستاذ سيف العريبي المنتج، وبقول له يا رب بالتوفيق والنجاح وفي تقدم دائم ان شاء الله. بقول لهم حظ سعيد، واكيد الفيلم هيكسر الدنيا. يعني انا اشتغلت مع بيتر وسيف والممثلين، يعني سله جامده، فاكيد هينجح اكيد. اقول لهم الف مبروك على الفيلم، وانا مبسوطه قوي ان انا اشتغلت معاهم، ان اول عمل في السينما ليا يكون مع نجوم كبار زيهم، وان شاء الله الفيلم هينجح جدا وهيكسر الدنيا. هو اصلا تقريبا ناجح من قبل ما يتذاع، الحمد لله. بس جود لك. اقول لهم الف مبروك، وان شاء الله تبقى بدايه موفقه وخطوه كبيره على سلم النجاح باذن الله. اقول لهم ان هم اخواتي، وكنا الحمد لله عملنا تجربه مع بعض، وكانت تجربه مهمه، وكان الحمد لله وشنا حلو على بعض فيها، وانا اشتغلت مع الناس دي وشفت طريقه شغلهم وازاي هم مجتهدين وازاي هم بيحاولوا طول الوقت يعني يطلعوا اي شيء جديد ايا كان جمهورها تقبله ازاي، يعني برضو في الاخر هم بيسعوا. يعني عايز اقول لهم الف الف مبروك. انا بسمع عن الفيلم ده من بدري، من كواليسه اصلا، من لما كان بيتصور، وانا متفائله بيه جدا، وعارفه ان في فكر جديد، والسينما جايه بقوه يعني ان شاء الله، بفضل افلام زي القرد بيتكلم وافلام كتير من النوعيه دي والقوه دي، فاعتقد ان هو هينجح ان شاء الله. فالحقيقه انا جاي هنا اتفرج على الفيلم وقلبي جامد جدا، وعارف ان انا هشوف حاجه مبهره زي الاب الروح بالظبط، ويمكن اكتر، لان دي سينما بقى. وان شاء الله ان شاء الله يعني الفيلم هيبقى اعلى من توقعاتنا كمان.